تفضل يا أخي أحمد من الدمام. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. الله بخير. جزاكم الله خير إن شاء الله. الله يحفظك. أنا سائل الشيخ طال عمرك، أنا بالنسبة أنا عندي أحد الزملاء الآن أنصحه يعني كنصيحة للزواج، هو يقول يعني ما يبغى يتزوج، يقول يعني يحط عبارة إني قلت الدنيا هذه الآن صارت غلا ومعيشة وما أدري إيش وهذا. أنا قلت له كل شيء الرزاق بيد الله والزواج من الله سبحانه وتعالى. يقول أنا ما أبي أتزوج. طيب. إحنا حاولنا فينا نكون صحاح. بارك الله فيك. الزواج هذا. واضح السؤال يا شيخ أخي أحمد. نعم. يقول الشيخ نريد نصيحة لصديق الله، يقول ننصحه بالزواج وقد تقدم به العمر، يقول هناك غلاء للمعيشة وتغيرت الأحوال وكذا، فيريد منكم نصيحة. نعم، لا شك أن الزواج مرغب، المبادرة بالزواج مرغب فيها، وإذا كان يخاف على نفسه من الوقوع في الفاحشة فإنه يجب عليه أن يتزوج مع القدرة، قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والله جل وعلا قال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فيبادر بالزواج